السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مشاركة رغد ناجي. سأقدم لكم اليوم قصة تربوية بعنوان النملة والمرايا. ليلى فتاة كسرت ساقها، فأراد أبوها أن يخفف عنها الألم فصنعها لها لعبة من المرايا. أتعرفون كيف صنعها؟ أخذ 3 مرايا صغيرة وألصقها بشكل مثلث. فرحت ليلى كثيرا باللعبة وكانت مؤنستها في مرضها. بعد أيام شفيت ساق ليلى ونسيت لعبة المرايا، فوضعها أبوها في القبو مع بقية الألعاب. ولكن لم تكن نهاية قصة لعبة المرايا، فكانت لها قصة أخرى مع نملة. كانت هناك نملة معها حبة قمح، فرأت شيئا لامعا فسقطت حبة القمح في ذلك الشيء، فكان لعبة المرايا، فتضاعفت حبة القمح في المرايا، فأحبت النملة ذلك ظنا أنها تضاعفت، فبدأت تأخذ حبات القمح لهناك وهي ظن أنها تضاعفت، فكان ذلك مخزونها لا تخبر أي أحد به. في يوم وهي مع حبة قمح رأت شيئا أسودا لديه أرجل، فهربت ولم ترجع أبدا. لم يكن ذلك من غير خيط أسود ومجموعة من الغبار. استفدت من هذه القصة أن كثيرا من الأشياء تفرحنا وكثيرا من الأشياء تخيفنا، لكن هي غير حقيقية.